لازم المريد يعتبر ان نظره للشيخ اكبر عباده، ويعتبر ان نظره للشيخ اكتر من اكله والشرب. يعني لو كان جعان وعطشان وراح بص للشيخ بتاعه والجوع والعطش ده ما راحش، يعرف انه مش مريد. انا الحمد لله سمعتي معروفه ولا شيء يؤثر فيها. في الساعات الأخيرة انتشر ترند كبير حوالين الشيخ صلاح الدين التجاني، وده بعد ما بنت اسمها خديجة نزلت بوست بتتهمه بالتحرش. لكن كمان يا صديقي الترند انتشر أكتر بعد ما ناس كبيرة ومثقفة زي الكاتب عمر طاهر والكاتب المشهور عبد الرحيم كمال اللي آخر أعماله كان مسلسل الحشاشين دخلوا في الكومنتات على بوست عنده على صفحته ومدحوا فيه وشكروه وقالوا عليه كمان صاحب الكرامة، وده بعد ذكرى مولد سيدنا محمد. صديقي المشاهد، لو عايز تعرف مين هو الشيخ صلاح الدين التجاني تابع معانا حلقة النهاردة للآخر، وما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أيها المواطنون، خديجة يا صديقي هي بنت اتهمت الشيخ صلاح الدين التجاني انه بعت لها صورة اباحية على الشات في سنة 2016، وكان وقتها عندها 21 سنة بس، وبسبب الصورة عاشت في حالة صدمة كبيرة، وبعدها قال لها ان الصورة اتبعتت بالغلط واخد الموضوع بهزار، واكتر من مرة حاول انه يتحرش بيها عن طريق انه يلمس جسمها، وقالت كمان انه كان بيحاول يجوزها لابنه، وانها قعدت حوالي 7 سنين بتتعالج من الصدمة اللي عاشت فيها بسبب الشخص ده، ولحد اللحظة دي مش قادرة تتجاوز اللي عمله معاها وحياتها اتدمرت تماما. الموضوع سخن اكتر واكتر لما امها نفسها نفت الاتهام وقالت ان الوضع اللي هي فيه صعب جدا عليها وفوق طاقة اي حد، هي بتعتبر اللي حصل زي محاكمة علنية وبتكتب شهادتها علشان توضح الصورة كاملة من غير تحيز. خديجة بنتها كان ليها علاقة قوية بالشيخ صلاح اللي كان دايما بيهون عليها بسبب مشاكلها مع والدها الدكتور خالد اللي كان قاسي عليها وعلى اخواتها جدا، وهي كانت بتحب الشيخ وبتعتبره زي ابوها ودايما كانت بتشكي ليه. في 2015 والد خديجة طلب من الشيخ انه يوافق على جواز بنتهم من ابنه، وده سبب لخديجة مشاكل نفسية كبيرة، وبعد فترة خديجة بقت مقتنعة إن الطرق الصوفية خرافات وخرجت تماما منها. الموضوع زاد تعقيد لما خديجة اتهمت الشيخ بالتحرش، لكن الأم بتقول إنهم كانوا دايما معاها وما شافتش أي حاجة غلط الشيخ عملها، وحتى موقف الصورة المشينة خديجة اتكلمت عنه بعد فترة طويلة، مع إنها استمرت في التواصل مع الشيخ بعدها بشكل طبيعي وعادي. الأم مش بتتهم حد، هي بتحاول تحكي الحقيقة من غير تحيز وبتطلب من الناس يدعوا لهم، لكن الأخ دخل بعد كده وأكد على كلام أخته، وده خلى الناس كلها في حالة ارتباك. العجيب إن رغم الترند ده كله ناس كتير ما تعرفش مين هو الشيخ صلاح الدين التجاني أصلا، رغم إنه ليه شعبية كبيرة جدا وسط الفنانين والأدباء ورجال الأعمال وكمان رجال في مؤسسات حكومية وقضائية. طب مين هو الشيخ صلاح الدين التجاني؟ الشيخ صلاح اتولد في حي السيدة زينب بوسط القاهرة يوم الخميس 25 ذو القعدة سنة 1377 هجريا اللي بيوافق 12 يونيو سنة 1958. من صغره وهو بيتباهى بنسبه الشريف اللي بيرجع للإمام الحسن ابن علي رضي الله عنهما، لكن هل النسب لوحده كفاية علشان يخلي شخص عالم وداعية معروف؟ الشيخ صلاح نشأ في بيت علم ودين، أبوه كان من علماء الأزهر وحافظ للقرآن، كمل مسيرة والده في طلب العلم ودرس 11 مذهب فقهي، وده ما كانش عادي أبدا لأن أغلب الفقهاء بيكتفوا بالأربع مذاهب المعروفة عند أهل السنة والجماعة. الشيخ صلاح اتعلم على إيد كبار العلماء في بلاد مختلفة، مثلا درس المذهب المالكي في الحجاز على إيد الفقيه محمد ابن إبراهيم المبارك، والمذهب الشافعي في الشام على إيد الشيخ عبد السلام النابلسي، وحتى مذهب الإمام أبو حنيفة درسوا في المدينة المنورة على إيد الشيخ أحمد ابن محمد الدهلوي، ورجع لمدينة الإحساء علشان يتعلم المذهب الحنبلي من الشيخ أبو بكر الحنبلي، مشوار طويل ومليان سفر وطلب للعلم من مصادر متنوعة. وفي سنة 2000 حصلت أزمة كبيرة لما الشيخ صلاح حاول يعمل انقلاب على شيخ الطريقة التيجانية، ونتيجة لكده تم فصله منها تماماً،
لكن موقفش وقرر انه يأسس طريقته الخاصة اللي سماها الصلاحية التيجانية الجديدة، رغم ان مشايخة الطرق الصوفية رفضت انها تعترف بالطريقة دي. وبرغم الرفض الشيخ قدر انه يجذب مريدين كتير حواليه. السؤال هنا هو هل النجاح ده كان نتيجة لعلمه ولا نتيجة لطريقته في التواصل مع الناس واقناعهم بافكاره؟ اقول لك يا صديقي المشاهد ايه اللي بيميز الشيخ صلاح الدين. اللي بيميزه مش بس انه فقيه متمكن، لا ده كمان انه قارئ متقن للقراءات العشر. الشيخ صلاح اخذ اجازة القراءات الكبرى من الشيخ احمد ابن عبد العزيز الزيات، وبعدها من الشيخ محمد ابن اسماعيل الهمداني اللي كان شيخ القراء في الازهر. وكأن كل ده مش كفاية، الشيخ كمان عنده اسانيد كتير في الحديث والفقه والتفسير والقراءات، وده ظهر بشكل واضح في كتابه بلوغ الأماني في أسانيد الشريف صلاح الدين التيجاني، ومن أشهر كتبه برضو التنزلات الإلهية اللي لاقى إقبال كبير مش بس من المتصوفة والمريدين، لكن كمان من الأدباء والمفكرين زي عمر طاهر وناصر عبد الرحمن وعبد الرحيم كمال. ومع الوقت بقى الشيخ صلاح الدين التيجاني واحد من الرموز الروحية اللي بتجمع حواليها عدد كبير من الناس، وزادت من شهرته، وده بسبب ارتباطه بعدد كبير من رجال الأعمال والكتاب والمشاهير بشكل عام، سواء في الوسط الفني أو الوسط الإعلامي، زي مثلا فيفي عبده وسمية الخشاب وأحمد سعد اللي ارتبطوا بالزاوية التيجانية في مبابة، واتقال إن الروحانيات اللي كانت ما بينهم هي السبب في زواج أحمد سعد وسمية الخشاب، وكمان كان صديق لفنانين تانيين زي علاء مرسي ونشوى مصطفى وحجاج عبد العظيم. الطريقة التيجانية في مصر مش مجرد زاوية صوفية، لا دي كمان بقت مكان بيتجمع فيه الناس علشان ياخدوا ما يسمى بالعهد، ويلاقوا الروحانيات اللي بتساعدهم يتواصلوا مع الله، برغم ان في كتير من البدع والشرك بالله. كمان اتحولت لمقام اشبه بمقام السيد البدوي والمرسى والعباس والامام الشافعي وغيرهم من الاضرحة المنتشرة في مصر، ومريدينه بيعتبروه هو المرشد الروحي اللي بيقودهم في الرحلة الروحية دي. لكن اللي بيخلي شخصية الشيخ صلاح مثيرة للجدل هو انه نجح في جذب عدد كبير جدا من الناس، فيا ترى ايه هو السبب الحقيقي وراء ده؟ وكمان انه لسه على قيد الحياة. الشيخ صلاح الدين التيجاني ظهر في وقت كانت الصوفية فيه بتواجه تحديات كبيرة، خصوصا من الجماعات اللي بتهاجم التصوف وبتشوفوا انه خروج عن الاسلام الصحيح. بس اللي بيميزه هو انه مش مجرد شيخ زاوية، لا ده كمان شخص جذب حواليه الفنانين والكتاب ورجال الدولة وحتى الشباب. واللي بيخلي الموضوع مثير للاهتمام اكتر هو الطريقة التيجانية نفسها. ليه بالذات الطريقة دي؟ وازاي قدرت انها تجذب كل الفئات المختلفة دي؟ عايز اقولك يا صديقي المشاهد ان في مبابة الزاوية التيجانية الكبيرة بتستقبل الاف المريدين، وبيقولوا إن المكان بيسود نوع من السلام النفسي والروحاني اللي مش بيلاقوه في حياتهم اليومية. ويمكن علشان الصوفية هي منهج وسطي بيدعو للحب والتسامح والزهد، لكن بطريقة غريبة شوية عن المعتاد. والشيخ بيأكد دايما إن التصوف الحقيقي بيبعد الناس عن التشدد والكراهية. من أشهر كلامه: التصوف الإسلامي هو منهج الوسطية والمحبة والأخلاق، وده يمكن يكون سبب من الأسباب اللي بتخلي ناس كتير تشوف إن التصوف مع الشيخ صلاح الدين هو الطريق الأنسب للتقرب من الله من غير تشدد. وفي ظل التحديات اللي بتواجه المجتمع دلوقتي، شايف إن دوره مش بس نشر تعاليم الطريقة التيجانية، لكن كمان إنقاذ الشباب من التطرف الفكري والتشدد، ودايما بيحاول ينشر أفكار بتساعد على تهدئة النفس والابتعاد عن الغلط. في النهاية شخصية الشيخ صلاح الدين التيجاني هتفضل محط أنظار للكل، سواء اللي شايفينه مرشد روحي بيساعدهم يقربوا من ربنا، أو اللي شايفينه مجرد نصاب ودجال بيحاول يفرض أفكاره عن طريق الشخصيات العامة اللي يعرفهم. من وجهة نظرك أنت، يا ترى شايف الصوفية وتحديدا التيجانية إزاي؟ وهل فعلا هي طريق للتقرب من الله، ولا هي شرك وكفر بالله عز وجل؟ وإيه رأيك في الشيخ صلاح الدين التيجاني؟ هل هو فعلا شيخ وإمام وعلامة ولا مجرد مدعي؟ هستنى رأيكم في التعليقات، ولو الحلقة عجبتكم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة،
وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا. كمان ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية. سلام.